بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبابي أهل حلب الكرام، بالأمس قامت وسائل الإعلام التابعة للنظام المجرم بترويج أباطيل وأكاذيب. هذه الأكاذيب تقول أن جماعة من المسلمين، جماعة من المسلحين قد قاموا بتسوية باتفاق مع النظام بوساطة من الأمم المتحدة، وسلموا أنفسهم وخرجوا إلى إدلب عن طريق المرور في مناطق النظام. وفي الفعل مرت مواكب مزيفة وكاذبة وباطلة داخل مناطق النظام لإيحاء الناس وإيهام الناس أن هناك فئة من المسلحين قد قامت بتسوية. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف النظام وجبنه وخبثه. هذا يدل على أن النظام متهالك فيروج الأباطيل. النظام عنده ألوف من المقاتلين كلهم جبناء، النظام لا يثق في هؤلاء، ولكن عنده أيضا وسائل إعلام تروج الأباطيل والأكاذيب. على هذه الوسائل يعتمد النظام الفاجر. فلا تستمعوا إلى هذه الأباطيل، واعلموا إخوتي في حلب الجريحة، حلب الصامدة، أن عندنا في داخل حلب الآلاف من المجاهدين الصادقين الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، فلن يسمحوا لهذا المجرم ولهذا النظام أن يدخل إلى حلب. وفي حلب أيضا وعلى تخومها في مناطق خارج حلب الآلاف من المجاهدين من حماة وإدلب وغيرها ينتظرون أذان الصبح لتحرير حلب بكاملها. فلا تقنطوا من رحمة الله، كونوا واثقين من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أهل حلب، النصر صبر ساعة، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أهل حلب، اسمعوا إلى قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله معنا ولن يتركنا ولن يخذلنا. الله تعالى بفضله ومنته سوف ينصرنا. فكونوا واثقين من رحمة الله. أنتم الأعلون يا أهل حلب بإيمانكم، أنتم الأعلون بثباتكم، أنتم الأعلون برباطكم وجهادكم. ودولة الفرس في أسفل سافلين، خابت دولة الفرس وذلت، نحن في حلب صامدين. خابوا وذلوا. فأرضا بوركت وزكت، إن يزرعوها سموما تنبت العنبا. وهذه الشهباء كالأمواج تلفظهم إلى جهنم، ترميهم لها حطبا، أسادها الصيد، هبوا وابتغوا طلبا للحسنيين، ومن يصدقهما غلبا. يا رايت الإسلام خفقا في سما وطني، الصبح آت وهذا فجره اقتربه.